هاد الناس ديال النظافه راه هما اللي واكلين الشحط، هما اللي واكلين الدقه الكبيره. يجي بنادم ويشوف فين كنخدموا، واشنو كنهزوا، واشنو كنعانيوا مع المواطنين. كنسمعوا راه هاد الناس ما مقرينش روسهم، ويلي هاد الناس ما منظمينش احواش، كتبنا ممنوع الزبال، وهنا ولا المحضر مدرسه، وعايد خلو المدرسة خير. خلفة من الإيمان كلمة صار مكانها أسوار المدارس وأغلفة الكتب، نعرفها جميعا، والملتزم بها رجل نعرفه كصورة معتادة للعين. إنه عامل النظافة والذي يحيا بيننا على الهامش. التدبير اليومي للنظافة في الطنطان حكاية عامل واستراتيجية مجلس. عرف طفرة نوعية في السنوات الثلاثة الأخيرة، فبعدما كان الاعتماد في السابق على العربات المجرورة بالدواب والعشوائية التي كان يتخبط فيها القطاع، اليوم يتغير الوضع، حيث أصبحت الشاحنات والعربات تجوب كل شوارع وأزقة المدينة دون استثناء، كما تم الاعتماد على استراتيجية عمل ليصعب فيها الخطأ. برنامج عين على الطنطان لتقريب الساكنة من هذه المهنة الشريفة ومن معاناة من يشتغلون بها، اخترنا أن نرافق هؤلاء الجنود ونقضي يوما كاملا معهم، ونسلط الضوء من خلال هذا البرنامج على كيفية التدبير اليومي للنظافة بالمدينة. شي الآليات درنا لهم المسار الجديد. منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم وعلى مدار الأسبوع تبدأ المهمة، حيث يتم اللقاء بالمستودع البلدي. يتفقد السائقون الحالة الميكانيكية للشاحنات والسيارات، ويزودونها بالوقود تحت إشراف لجنة التقنية. لجنة مكونة من أعضاء بالجماعة وموظفين بها تسهر على التدبير اليومي للنظافة بالمدينة. المرآب الثاني اللي كاين عندنا في بنو سينا، تما كيكونوا العمال كيتسناوهم مع المسؤولين عليهم، كيتوزعوا العمال حسب الآليات، وكتنطلق العملية ديال الجمع حسب الأحياء. يعني اللي عنده شي حي كيمشي ليه على حسب المسار اللي عندنا، اللي عنده شي حي كيمشي ليه، يعني كيدار عملية الجمع تام. من بعد كيمشيو للمطرح باش كيفرغوا دوك النفايات، ملي كتسالي عندهم العمليه كيرجعوا للمطرح، تيرجعوا للمرآب، كيحط العمال وتيرجعوا، يعني وكتنتهي العمليه تقريبا. الجوج كاع تقريبا كيكونوا سالات المدينه كامله في جمع النفايات. وملي كتكون عندنا مثلا شي شكوى من شي مواطن انه نسى ولا ما دازوش، يعني كنتاكدوا بالامر، وكيرجع العامل يجمع هاد النقطه بهم. عملهم تنظيف منشرهم من نفايات وفضلات بني جنسهم.
اللي خصها توعي وتعاون. والمجتمع المدني راه الا ما كانت توعيه وما كان واحد المجهود وتضافر ديال الجهود بين مختلف الفرق ومختلف وشرائح الساكنه راه ما نقدرش نوصلوا النتيجه اللي غادي نبغوا حنايا. اذا من هذا المنبر كندعو جميع الساكنه وجميع الامهات والاباء باش تكون واحد التوعيه شامله في هذا النوع هذا باش نوصلوا النتيجه اللي كنتوخوها للمدينه ديالنا باش ان شاء الله تكون في مستوى اللي كيساير باقي المدن ديال المملكه. في الإطار اليومي اللي كان ديال العمل اللي تنقوم به الجماعة ديال طنطان ومصلحة النظافة التابعة لها، حنا جميع النقط السود اللي كاينة في المدينة حنا كاملة دابا حنا متجندين لها وكنحاربوها وداك الشيء، وعلى سائر المدينة كاملة، حنا ماشي غير في واحد النقطة في واحد البلاصة، فين ما كانت شي نقطة سوداء حنا كندوزو نجمعو داك الشيء اللي كيتواجد فيها وداك الشيء. وانتم كتشوفوا الآن راه حنا على هاد الشيء كتشوفوا راه حنا دابا نيت في حملة، هي كتشوفوا بزاف ديال النفايات هنايا محطوطة والآليات معانا مجهزين بالعمال وبكل شيء اللي تيتعلق بمصلحة النظافة. فراق والزمعه الاخرى تيجي من دارو تيفرق هاد المدرسه، هادي راه مدرسه ديال المواطن كامل وتيمرضنا ولادنا، راه هاد الناس ما مقرينش روسهم. انا تنقولها راسي عريان، انا كنبغيش هاد الزبل يوقع هكا، راه حيدو مع هاد البرجل الضوء حدا نيكا السكريسي مول السود حدا دار المدن ولا يرموه هنايا. وهذا الى الله خويا ويلي هاد الناس ما منظميش احواش كتبنا ممنوع الزبال وهنا ولا يرموا حدا المدرسه وعا يدخلوا للمدرسه خير